بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ المحاضرة اليوم الثالثة أونلاين، ألا مواصلة للمحاضرة الثالثة السابقة. فنواصل المحاضرة الرابعة اليوم، ألا Open Mapping 2. طبعا في عندنا محاضرة عملية طويلة شوية اليوم، لكن مهمة جدا، وسنبدأ تسجيل من لم يحضر معنا أونلاين. عندنا تبع بعد الباب، ما أخذنا الباب الماب في المحاضرة الأولى، وأخذنا اللي هو المابينج في المحاضرة الثانية والثالثة. بعدين بناخذ في المحاضرة الرابعة أوف إم، طبعا عفوا في المحاضرة الأولى أخذنا اللي هو كريتين ذا بروجكت أن إنبوت ذا داتا، وفي المحاضرة الثالثة والرابعة اللي هو مابينج أبلكيشن أو هاو تو كريت ذا ماب بيس ماب. واليوم بناخذ اللي هو عندنا أربع مابات أو أربع مابز: Grid 3D Maps, Counter Map Maps and Service 3D Maps and Map XY Loads. Grid Map Definition، ايش مقصود بGrid Map؟ Grid Map معروف انه اللي هي الجريد، من كلمة جريد اللي هو تقسيم الى مربعات او خلايا صغيرة لأي خارطة عشان تعرف محتويات الخارطة وكذا. The Grid Map is estimating the value and nature، اللي هو عملية اللي هو توقع وتقدير الفاليو للقيم الطبيعية لإيش أو فيور بروجكت فاريبلز. الفاريبلز اللي هي المتغيرات اللي قمنا إدخالنا زي الدايلي برودكشن، مانتل برودكشن، الإكس والواي كاردينات، اللي هي الداتا اللي تم إدخالها في المحاضرة الأولى والثانية. آت لوكيشن بتوين ويلز، وهي تعتبر إيش اللي تحديد المسافة ما بين كل ما بين الآبار، المسافة ما بين الآبار بين البعض. جريد ماب شوز ترندز اللي بتحدد لي إيش اتجاهات، and anomalies اللي هو الشواذ عند map data في بيانات الخارطة نفسها. وطبعا هنا نلاحظ هنا اللي هو الجريد ماب بالشكل هذا، اللي عندنا العبر نفسها اللي حق الحرو او هريوة، والعبر موجودة، وعندي تقسيمات، وعندك اللي بعض الالوان مختلفة هنا اللي بتبين لي اللي الجريد ماب على الخارطة نفسها. The grid map is quantitative analytical tools to you can use to identify trends and anomalies in the your field data اللي ما بين الداتا حق الابار او الحقول اللي الدايركشنال عفوا اللي هي البرودكشن داتا والاكس واي كاردينات ريزرفوار داتا اند ايلز. The produce grid data of M uses interpolation techniques to create this iso line or areas for a map image. هذه طبعا استخدمها هنا انه مثل الجريد داتا بروديوس ايش تنتج لنا اللي هي انتربريشن تكنيك. معنا ثلاثه انواع من التقنيه الموجوده، وهي ثلاثه ميثودز بنستخدمها في المابز واللي ممكن تغيير في بها وتكون في بها، وبنمر عليها في المحاضره هذه نفسها. ثلاثه المابز، ثلاثه التكنيك الموجوده. Often divided the base map into small grid cells. لاحظ الجريد ماب هنا بيعمل لك ايش؟ ان الاوفن بيقسم الجريد ماب البيس ماب الرئيسيه اللي في بها لوكيشن حق الابار into small grid الى خلايا صغيره جدا. And uses the numerical technique to estimate value in all the cells. اللي بقسم لك يوزعها على كل. طيب جريد ماب introduction. Grading algorithms have been widely used in the oil industry for a long time. إن grading هذه بيستخدمون منذ فترة طويلة في الصناعة النفطية. Often provide the different grading algorithms nearest neighbors. هذا الأنواع ثلاثة الميثودز اللي بنستخدمها في الجريد ماب والكاونتر ماب اللي حق الخطوط الكنتورية والخلايا الأخرى. Nearest neighbors اللي هو أقرب بئر للثاني. كيوبكس سبلاين اند كريجينج ميثود، الثلاثه انواع الميثود الموجوده في البروبرتيز في الاوفين بنلاحظها موجوده. Unlike the base map only one variable can be used at the time in grid map، انه بيستخدم variable واحد، اما يكون daily production او monthly production او daily production oil او monthly production oil or gas and then one variables. The grid map is three dimension اللي هو 3 dimension اللي هو ثلاثيه الابعاد. Presentation of the variables displayed with other two variables beginning x and y. اللي بتختار انت variable واحد للجريد ماب
وهو بيستخدم الأخرى للإحداثيات أو المتغيرات الثانية للإكس والواي كاردينات للآبار. طبعا هنا بدأ التطبيق، بنشغل هنا بدأ التطبيق العملي على الجريد ماب، بعد ذلك بنواصل الخرائط الأخرى، بنفتح الأو فيم، شغل الأو فيم عندك، جريد ماب، جريد أند كاونتر ماب، طبعا هي متقاربات الخرائط وممكن استخدامها، ممكن تطبيق خريطة على خريطة أخرى، كاونتر ماب أز ويل أز سيرفيس ماب. الكاونتر ماب هي تعتبر خريطة سطحية اللي بتشكل لك ايش، اللي بتصور لك المحيط السطحي للحقل نفسه او كذا. قبل ما نبدا العمليه طبعا بنبدا من هنا، عندنا تو كريت جريد ماب. طيب as well as surface map is an extension of the grid map and much of the functionally used in counter map can be referenced to grid map. يعني معظم الفونكشن اللي بنستخدمها في الكاونتر ماب ممكن نستخدمها في جريد ماب نفسها. تو كريت جريد ماب يقول لك اول حاجه نتعرف هنا على واجهات، بنفتح اولا قبل ما نبدا لوحه الفيلد اللي استخدمناها الاكس فايل لما حملنا الداتا الاكس والواي كاردينات والبرودكشن داتا المانتلي والدايلي والريزرفوار داتا وبقيه الداتا اللي حملناها حسب الاكسل شيت في اول محاضره. هذا عندي هنا لو ال او اف ام. بنجي الان هنا عندنا، شوف راحت الهوم، عندك في الهوم بتروح على طول عندك على الجريد ماب، اضغط على الجريد ماب بتروح عند الجريد ماب، فعندك ايش بروجكت فاريبلز، حدد هنا مثلا اما طبعا تبدا تحدد الديت اللي هو التاريخ وتعمل له عاد هنا علشان يروح للسلكتد فاريبلز، او ممكن تختار لو انا ما حدثت الديت فرضا واخترت على طول لو ايش دايلي برودكشن اويل، هو تلقائي بيضيف الديت لحاله لان الديت حاجه رئيسيه كتاريخ للبرودكشن داتا. وعملت دايلي اويل، ممكن اخذ الدايلي اويل وتسفيبه، ممكن اخذ دايلي جاز دايلي ووتر عشان اعملها، لكن بعمل على فاريبلز واحد هنا وبيستخدم الاكس والواي معاها. نيكست نيكست كومبليشن، طبعا عندي كومبليشن اقول لكم كومبليشن، ممكن اعمل نيكست. هنا بيحدد لي ايش السنوات من 2000 فرضا، لو اجينا للسنوات هنا حق التاريخ حق البرودكشن داتا اللي انا حملتها، تبدا فرضا من 2006 هنا الى ايش الى 2000. طبعا ممكن احددها يدويا او اخليها ديفولت بياخذها من 93 الى 2012. لو حددتها يدويا ممكن احددها هنا من 2001 فرضا، الداتا خذ من بدايه 1 يناير 2001 الى الديفولت الى نهايتها، او احددها الى 2006 فرضا، برضه ممكن احددها عادي الى 31 2006، او اخليها ديفولت. ديفولت بياخذ الداتا الموجوده كامله. عمل فينيش، بيبدا الان عمل بروسيسنج الاو فيم عشان يظهر لي الخريطه لايش الجريد ماب الموجوده عندي اللي عملتها على الدايلي برودكشن. طبعا بياخذ وقت شوية على ما يحمل، لان انا فاتح هنا قد عملت عدة نماذج على الجريد ماب هنا، بس بنحاول ان ايش طبعا انا بحمل بنحاول نشوف هنا ايش معانا برضه. بعد ذلك طبعا هختار اللي هو ايش دايل برودكشن اويل، واختار الديت والدايل برودكشن اويل، ممكن تختار الثلاثة مع بعض او واحد اكتفي وتضيفهم بالطريقة العادية اللي اضفناهم. هنا حددت كومبليشن نوع ايش هو الجروبد باي داتا جروبنج اللي هو كومبليشن كله، لانه هنا في عندي جريد ماب كريتين فروم ذا فورمات كليك ذا بوتون، هذا البوتون طبعا له عملية الانيميشن، مجرد ما تشتغل عندي بنبدأ نحدد له عندي ايش اللي هو مع بعض اللي بيحدد لي ايش الانيميشن على الجريد ماب، وبنلاحظ بعد ذلك بنشاهد ايش بيحصل في الانيميشن نفسها.
طبعا لان انا شغال اونلاين، الاوفيس بتاعي شويه مع الاونلاين مع الملفات الموجوده. ويت على طول ظهر لي الجريد ماب، عندي هذه الخريطة حق الجريد ماب، وعندي الأعبار واللوكيشن حقها. ممكن من هنا من البروبرتيز أحاول عشان أظهر بشكل واضح، بحاول أخفي بس أسماء الأعبار مؤقتا، أنزل لآخر شيء ويل نيم وألياس عمل نامي، بتخفي أسماء الأعبار عشان يشوف السيرفيس الجريد ماب كما هي. هنا رحنا في الفورمات، بروح على طول هنا عندي اللي هو إيش أنيميشن أوتوريتيز، بعمل تشغيل اللي هو بعدين اللي هو إيش باك، ببدأ يشتغل من 2006 إلى السنوات اللي حددتها. ولاحظ أن تغيرات في الخريطة للبرودكشن داتا على الإكس والواي كاردينات للآبار المتجاورة والآبار اللي مع بعضها. ولاحظ أنه بيمشي بيحصل له تغيرات في الألوان والأشكال حسب الألوان الموجودة اللي عندي حق الأويل برودكشن، من الزيرو إلى 800 أو 8001 باريل أو كذا. لاحظ أن التغيرات في الإيش جريد ماب، وكلما زدنا كل ما انا بتغير عندي برضو بتلاحظ في بعض الابار انتاجيته مثلا اللي هي كميه كبيره بيزداد عندها حول اللي هو الالوان المختلفه للجريد ماب نفسها. الى ان نصل الى 1001 بتوقع انه بتشوفوا حاجات رهيبه وحلوه جدا في الجريد ماب. طبعا في عندي في الجريد ماب برضو اقدر اظهر ايش عندي هنا كمان، بس بعد ما اوقف الانيميشن اللي اقدر اقطع الخارطه الى اكثر من مسافات صغيره جدا بين البين. ممكن اعمل ستوب للانيميشن، ولاحظ في عندي هنا الجريد ماب اللي استخدمته. مثلا في عندي جريد ماب هنا 1، لو شغلت جريد ماب 1 على الدايلي اويل او الجاز اد، بعمل جريد ماب على الدايلي اويل جاز نيكست فينيش، بعمل ايش برضه انا عشان يعمل بروسيسنج للداتا بياخذ وقت برضه بيلف المؤشر. طبعا في عندك هنا البروبرتيز حق الجريد ماب، بتقدر اللي موجودة عندك في الاوف ام على جهة اليسار في الجهة هذه، ممكن تغير فيه بقى في الخصائص في الالوان في الجريد. راح عندك هنا النمبر اوف نيبرز، كم عدد المجاورين او الجوار، وانس تو ديسيمبل فروم 5، يفضل ان يكون ايش 5 ابار متجاورين او كذا. ماكسيموم جريد سايز من 50 الى 100، ممكن تخليها 100 150 عادي جدا. ماكسيموم جريد فايل لتقسيمات الجريد في الجريد ماب. تكنيكيو سيلكت ذا ميثود، هذه اللي 3 الميثود تكلمنا عنها، كل ما غيرت الميثود خليه بس يشتغل لو فهم. بقدر عندي ايش تغيرات الليمت فاليو برضه عندك، هذه كلها من ضمن البروبرتيز حق الجريد ماب. لاحظ ان الجريد اريا كلر سكيل يس، انه يضر الوان جريد. عندك لو نمبرز اوف نيبرز 5، ماكسيموم جريد سايز 50، ممكن تخليها 100 او 150. التكنيكيو اللي هو الميثود، عندك 3 ميثود هنا موجوده، نيرست نيبرز، وفي عندك اللي قلنا عليه اللي ايش الثلاث الاسماء المختلفه. اللي هو ايش؟ nearest neighbors
كوبي اكسبلين اند كريجين. اختار كل واحد وشوف ايش التغيرات اللي بتحصل في عندك الجريد ماب. طبعا في عندي اللي بعد كده بس خليه يتظاهر الفريم 1. هذا عندي الجريد ماب 1، راح انا شغلت هنا الجريد ماب 1 اوقف ستوب اجي شغله مثلا 2001. شوف الاشكال والالوان كيف تتغير لو شاحن كذا المؤشر من فوق، خليه تشتغل من 2001. طبعا شوف الانتاجيه هذا كامل له من 93 او من 94 الى كم سنوات انتاج الى 2012 تقريبا 2012. خليه من 2001 بيمشي. او ما قبل دقيقة الصوب ما قبل 2001 انا شربة ليه. طبعا اللي عندك اللي هو ايش فورورد او باك وورد، وفي عندك اللي عندك المؤشرات هذه تختلف اللي مسميات. هذا الصوب هذا للبيع اللي بعده وهذا البيع اللي قبله. ممكن احركه من ايش من الكومبليشن بالاسهم اطرح المؤشر وامشي على واحد هذا، لكن كانيميشن المفروض اشغل منه من الانيميشن اوتوريتيز. لاحظ تغيرات في الالوان في هذه. ممكن اجي اعمل ستوب فرضا، اعمل ستوب اروح للانيميشن هنا عندي في البروبرتيز او نهدى شويه. كولر سكيل لاحظ هنا الالوان سبيكترم اللي هو الوان الطيف. لو غيرت الوان ثانيه ريد جرين ديفولت كاستم ممكن اغير الالوان اللي اشتريها انا طبعا، لكن هنا اعمل ايش جرين بلو. هذه جرين بلو او ريد جرين وشغل الان. بعد ريد جرين الجرين ضعيف جدا ما يظهر بشكل واضح، فطبعا هذه ايش خلي ايش رامبوي او كاستم او بلو ريد وشغل من جديد الانيميشن بيكون الالوان ايش بشكل طفيف جدا. ارجع ل 2001 او ستوب شغل. لو عملت كاستم طبعا ديفولت وديفولت الوان الطبيعيه حق الموجوده. فن سيرمج نوقف الماب عندك هنا بعدنا جريد بروبرتيز جريد سيل فاليو يس اظهر القيم بيظهر القيم على طول. هنا نقسم الجريد سيل فاليو على كل مربع صغير عشان اعرف المسافات او ما بين العبر. طبعا ممكن تعمل زوم وتكبر الى المقاس اللي تشي انت، مثلا لو اكبر منطقة معينة دونت شو ذيس عملت على الزومينج هنا اكبر مثلا المنطقة هذه. لاحظ كبر لي كم عندي عبر 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا او 10 عبر. ممكن اعمل ايش تصغير من جديد ترجع كما كانت. هذا اللي احذف ال عفوا سيلز بالغياء جريد عليا. لاحظ ان جريد عليا انا ممكن اعمل ايش عندي هنا كجريد عليا احدد بس الشيء ارجع الالوان الطبيعيه حقها دقيقه بس اذا ما رد ديفولت شو الالوان حقها الطبيعيه شغل الالوان الطبيعيه او القياسيه كما تقال. لاحظ هنا ايش ايش يضر من هذه الالوان هنا. طبعا عندك الالوان هنا الغاز نتكلم عن الغاز لان عملت اللي هو اويل برودكشن داين برودكشن غاز. بالنسبه للابار لاحظ 2 3 ابار ليش في كميات من الغاز سيبا او كذا بشكل اكبر من الاخرى او كذا. طيب امر ستوب الجريد الجريد انا ممكن عندي طريقه هنا اطبق هذا اللي عندي اللي هي الجريد ماب. ممكن اطبق هنا من ال
ممكن اطبق الكريت اوفر لاي بابل مابز، اطبق هذه الجريد ماب على البابل مابز الموجوده عندي هنا. طيب هنا اعمل ستوب بس او رجعها للبدايه. في عندي ايش؟ كريت اوفر لاي، هذه طبعا موجوده عندكم في الخطوه، خطوه المحاضره ممكن تعملها سواء من المحاضره اللي هي البي دي اف فايل او من الفيديو اللي مسجل المحاضره المسجله. رايت كليك اون جريد ماب سيلكت كريت باي كريت اوفر لاي بابل مابس. في طريقتين اختار لي ايش؟ طريقتين افتحها بس لأنه اما اضغط اليمين على الماوس، عفوا نعمل دن اليمين على الماوس اعمل كريت اوفر لبابل ماب، اتظن عندي اللي على طول البابل ماب شغال الان. لاحظ هنا في دوائر حوالين الابار، البابل ماب طبقت مع الجريد ماب في نفس الوقت وتعمل انيميشن مع بعض، الفقاعات حق الانيميشن حق البابل مابز في زياده ونقصان. لاحظ ومع حركه الجريد ماب طبقت الخريطتين مع بعض على فاريبلز واحد اللي هو حق الجاز برودكشن دايلي برودكشن جاز. ولاحظ التغيرات الموجوده عندي وكذا. طيب عمل ستوب. وفي الطريقه نفسها اللي ممكن اعملها ايش؟ ممكن تعملها قلنا باليمين وكريت اوفرلاي، او تضغط على هذه كريت اوفرلاي قبل ما نفسها تماما. لو شي تلغيها بعد ما عملت ايش تلغيها، ممكن اروح لاي اوت واعمل ايش اوفر لاي بابل ماب، الغي هذه من هنا تلتغي لي البابل ماب، تبقى لي عندي ايش اللي جريد ماب. طيب جريد اريا اند اريا اند كنترول بوينتس اون ذا جريد ماب او فيم جيفز يو ذا اوبشن to draw your custom grid map. ايوه ايش اعمل custom grid map؟ ايش ايش الفيلد كامل ايش على بعض العبار، اعمل grid map او اتابع وراقب هذه الجريد ماب بطريقه اجتماعيه. طبعا طريقه حاولوا تفهموها اكثر من الانيميشن او من الفيديو. لاحظ على هذه الخريطه الجريد ماب او الثاني المفتوح عندي عشان ما هذه مثلا هذه جريد ماب ايش اعمل له custom ايش؟ area. اما اقول grid area اعمل new، لاحظ هنا بضغط على نيو وبضغط الماوس في اي مكان استعمل مثلا، لاحظ هذه من على الابر هذه فقط العشر الابر الموجود هنا او الاربع الابر الموجود هنا، حاول العشر هذه بضغط الاشر هنا في نقطه واحده ضغطه واحده، بتحرك لتحت لهنا بضغط ضغطه واحده باجي لهنا وهكذا، كل ما تضغط يتحرك معاك ويحدد. الان ارجع لنقطه البدايه مثلا هذه عندي هنا واعمل ايش دن باليمين واضغط ايش دن نيو اريا. انا اراقب البقيه ما يهمناش، في عندي مشكله هنا او في عندي حاجه معينه الشيء يركز عليها في بعض الابار 2 3 5 ابار فبحددها بهالشكل. روح شغل عن الانيميشن على هذه المنطقه فقط، ممكن اكبرها برضه ممكن اعمل ايش تي اللي هو ايش كاستم اريا والكنترول بوينتس برضه ممكن تعمل لها كنترول بوينتس. خلي تشغل عندك هنا وتلاحظ طبعا التغيرات كلها بتظهر على هذه الابار، البقيه لم يظهر عليها اي تغيرات على حق الجريد ماب. فهذه اللي عمليه كاستم اريا او حاجه معينه او ابر معين شيء اراقبها او شيء اتابعها او شيء اعرف انا بعض الاشياء المهمه وكذا. فرضا لو عندك في فولت لو فالك في الطبقات تحت او عندك زون مغلقه او اسمه فرضا في عندي سيناريو الاول ان الفولت along the left side على انه من جهه اليسار في عندي فولت او نسميه فارق في الصخور او في الطبقات المنتجه. وفي عندي سيناريو ثاني you may know some value the points belong another grid area، ان معك بعض النقاط المهمه موجوده في الجريد اريا ثانيه and the value are ايش calculated proven the daily production data calculated from the database and grid area. ان the daily production data ممكن احسبها من فين؟ من الداتابيس او من الجريد اريا. is the only defining boundary and you cannot take this fact into account، انما تعتبر هذا انه حقيقي للعادي. هذه
هذه حق هنا حق الجريد اريا، عفوا الجريد اريا اللي بطريقتين، رايت كليك اما تضغط على الخريطه رايت كليك وتحدد الجريد اريا، درو ذا ماب، درو ان ذا جريد ماب يو كاستم جريد اريا، حددها بحسب ما حددت بالماوس بالشكل هذا، وبعدين بتروح تعمل له دن. خطوات سهله جدا متابعه. هنا لاحظ عندي هنا جريد اريا اند كنترول بوينتس، بتروح الكنترول بوينتس بتعمل ايش؟ اد، بتروح تحدد مثلا كنترول بوينتس 1 او 2، ثلاث نقاط كم تشيل من كنترول بوينتس، هذا كليك اوكي. عند ري انيميشن بيحاول يعمل لك اللي هو ايش الانيميشن حوالين، بيركز على الكنترول بوينتس اللي انت حددتهم في ايش في الكارتة. هنا برجع ايش عشان الغي، عفوا بوقف هنا الانيميشن وبرجع ارجع الكارتة كما كانت. ايش يعمل هنا؟ كلير جريد اريا كلير، مش طبعا ايفون الجريد اريا هذه ممكن اعمل لها سيف از لو اشتي احفظها سيف، ممكن احفظها واستدعيها مره ثانيه في اي وقت ثاني لو انا اشتي احفظها ثاني، سميتها ها جريد جاز دايلي جاز مثلا دايلي جاز سيف فين في اول اوف ام موجود اصلا هنا عندي في مكان معين في سطح المكتب، عمل سيف وبروح حفظتها لو احتاج مرة ثانية بسدعيها، وعمل هنا ايش؟ جريد اريا كلير، تنظر يعني ارجع احدث الجريد اريا اللي كسر اللي عملته وارجع الخارطة كما كانت. اوكي؟ الخطوة اللي بأكد اللي قلنا عليها اللي بعمل كنترول بوينتس، بتروح باليمين برضه نفس الكلام كنترول بوينتس تعمل اد كنترول بوينتس كم شيء مثلا نقطتين فاليو كنترول بوينتس، لاحظ حددته واول ايش البليد انيميشن، ممكن بليد انيميشن هذه واحده مثلا هذه واحده ثانيه او كذا بالنقر على الخارطه، واعمل ايش بليد انيميشن رجع ايش هنا هنا اللي هو سهمي مع بعض لو باك الى الداتا كامل، بيحاول يركز على النقطتين اللي عملتهم او الكنترول بوينتس اللي حددتهم. طبعا الحلو جدا في الاوفيم انه بيعالج لك مشاكل كثير في البرودكشن داتا، وبيراقب لك الانتاجيه اليوميه للابار والشهريه، ولو في اي نقص او ده بتحاول تعرف ايش المشاكل اللي في البير الموجوده فيه، بالاضافه انه بيساعدك جدا لو في مشاكل في البير او في البريجر او في البرودكشن او في البامز، ممكن تستخدم برنامج ثاني اللي هو سيموليشن اللي هو البايب سيم، وعمل معالجه وعمل ايش تشوز ذا جاز ليفت او ميثود، او تستخدم اللي هو ايش الالكتريك سبرسول بامز، او كيف تحدد اقطار الانابيب وغيرها، فالاثنين مكمل مع بعضها. عموما هنا اعمل ستوب، سيف يور جريد، عملنا سيف كيف تحفظها. فرضا لاحظ انا حفظت الجريد اللي هي كاستم جريد اريا، ايش تفتحها نفس الطريقه موجوده عندك مشروع عندك في في ال DDF السيف وال open. مثلا انا لو عملت الان جريد اريا خلاص هنا اعمل دن النقطتين هذه، طيب روح الان ايش جريد اريا مش ايش ممكن اعمل نيو لوحده كذا او اعمل open افتح اللي انا عملتها وحطها، لانه لو ما حطيتهاش ممكن تروح عليها ما ترجع لها، عملت كلير لو ازاله لها دايلي عفوا دايلي هنا دايلي جاز اعمل open فتح لي ايش ال الكاستم اريا اللي نحبطها في ملف معين في سطح المكتب في الاوفيم او كذا. ممكن اعمل ايش مره ثانيه اغلق عادي من هنا وارجع لل جريد اريا او كذا. طيب كاونتر ماب بنتقل للخريطه الثانيه، كاونتر ماب للخريطه الكونتوريه، هذه اخذناها في الجيولوجيا كمان شيء بترول انتم معنا او خريجين على وشك التخرج. الكاونتر ماب هي بتعمل لك ايش؟ The counter map shows two dimension. تعمل لك له تنين الأبعاد counter on color field بألوان مختلفة maps on color field map of specially distributed data like grid map it shows one data variables. إن الجريد ماب تعطينا واحد له variables أو متغير واحد، بينما الكاونتر ماب بتاخذ إننا متغيرين. ولاحظ الكاونتر ماب للخطوط الكنتورية، وهي ممكن تكون في السطحية ممكن تكون ايش في الأعماق على الطبقات وحسب ايش التقاء الطبقات مع بعضها وسمكها وغيره.
بنروح للخطوه اللي بعد كده، كيف نعمل ايش كريت ذا كاونتر او كويك كاونتر مان. طريقه سهله جدا، روح ايش نفس الكلام من هوم، لاحظ عندك هنا احنا قلنا ايش جريد ماب، وفي بعدها كاونتر ماب، اضغط كاونتر ماب. طبعا الكاونتر ماب يفضل انك تعمل له برضه نفس الكلام، ارجع للكاونتر ماب، تحدد فاريبلز ايش هي، 2 3 فاريبلز او 1 فاريبلز مع الاضافه للاكس والواي، بيحدد لي منها اللي هو ايش، ياخذ الفاريبلز هذه ويعمل عليه اللي هو ايش كاونتر ماب. طيب روح هنا على الكاونتر ماب، اما اعمل كليك على الكاونتر ماب 1 كليك، يقول لي حدد المتغيرات كاونتر ماب، بعمل ايش على المانتلي مثلا، الكاونتر ماب بعمل على المانتلي وليكن مانتلي برود اويل، بيضيف لو مانتلي برود اويل ديت تقريبا التاريخ بيضيفه تركاي، مانتلي برود جاز هذا مانتلي برود ايش ووتر. نيكست ممكن كومبليشن صح هنا اوكي، اذا فينيش ممكن اكتفي هنا وخلاص. بيروح يعمل كريتد ذا كاونتر ماب، بيعمل هنا لاحظ المؤشر تحت بيتحرك بيعمل ايش بروسيسنج للكاونتر ماب على الفاريبلز اللي اخذتهم من المانتلي برودكشن اويل وجاز ووتر. هذه كاونتر ماب عندي هنا، طبعا هي ظهرت اسماء الابار والاسماء الابار كان زي الديس ماب بس ما في اي حاجه، لكن مجرد ما اشغل الانيميشن بيظهر عندي الكاونتر ماب. لاحظ هنا حتى من هذا المكان مثلا، او شغله من البدايه عادي جدا، اعمل ايش بلاي انيميشن ببدا، طبعا حسب انتاجيه من مكان ما ابدا الانتاج عندي من اي سنه ببدا فيها الانتاج او فيها انتاج او كذا، بيظهر له ايش الكاونتر ماب على انتاجيه هذه الابار وكذا. لاحظ هنا تغيرات على الطبقات في باطن الارض او في جوف الارض، عند عمق عندنا طبعا في اليمن هنا يصل الى 2500 متر اللي هو 2 كيلو ونص تحت الارض، وبعضها 1800 وبعضها 2300 وبعضها 2800 متر، فهذا يعتمد على طبقة. طبعا لاحظ ان 98 وغيره 97 كانتاجية عدم يمكن ضعيفة او كذا. لو عملنا ستوب رجعت يدويا ممكن ارجع الى 2001 2002 ويوريك الخطوط والهذا، وزاد لو ازالت اللي هو اسماء عفوا الويل نيم تحت بتحصل اخر حاجة في البروبرتيز الويل نيم الياس نيم والله نان عشان اضربها بالشكل هذا، ممكن ايش اشغلها عادي جدا ها عشان نلاحظ الكاونتر ماب الانيميشن حق الكاونتر ماب عندي للابار هذه الموجودة. طبعا لاحظ لو عملت هنا فلترنج في عندي طريقة بعملها فلترنج من فين؟ من التيبلز، تيبلز داتا مانتل برود بدل ما هي 95 برجعوا ل 40 بئر، بشغل العكس بطريقة عكسية من 93 إلى 2012 الأنيميشن على هذه الآبار، ولاحظ تغيرات الكاونتر ماب موجودة عندي هنا للآبار هذه اللي هي 40 بئر إنتاجية ليل معها إنتاج شهري، وهذه اللي عند الخطوط الكنتورية. وهي إيش الخطوط الكنتورية يا شباب؟ أنتوا عارفينها طبعاً، فراغ الدولة الجيولوجية اللي إيش؟ اللي هي كلها في أعماق كل خط كنتوري يشمل فاليو 1 فاليو أو عمق معين واحد فقط، مثلاً في عمق 400 في عمق 1000 في عمق 1200، فيكون لو كل خط من هذه الخطوط الكنتورية متصل ببعضه بشكل دائري أو حلزوني بيكون بنفس الاليفيشن او العمق او الارتفاع او العمق في الطبقات نفسه. طيب عملنا كريت ذا كاونتر ماب سيرفيس ماب ديفينيشن، يعني الان بنتقل للسيرفيس ماب اللي الخريطه السطحيه للفيلد نفسها. السيرفيس ماب هنا اقول لك ديفينيشن له تعريف بس خريطة سطحية. شنو is a three dimension اللي هي ثلاثية الأبعاد representation of spatially distributed data. You can create surface map to see one data variables. إنك تعمل surface map على data على one variables على مطير واحد فقط. In a three dimension على مطير واحد daily أو production أو monthly أو غيره باخذ مطير واحد وأعمل عليه 3D dimension والماب تعمل لي إيش display تستعرض نفسها. The surface map displays data فور كومبليشن اللي هو الانتاجية او اللي انتاجية الابار ان ذا كورنت فلتر،
فرضا ايش حاول تعمل فلتر and you can reuse it for different sets of compilation within the OFM because of its three dimension nature the most logical types of variables to see with the service with a service map are related to depth or elevation. هنا لو ايش خذ لو متغير واحد واعمل اللي هي ايش سيرفيس ماب ولاحظ ايش بيحصل عندك في كيف بيعمل لك ثلاث الابعاد للسيرفيس ماب لهذه الداتا فقط. فانتقل للسيرفيس ماب، هذه شكل السيرفيس ماب في البي دي اف. بيرفورم ذا فولوينج ستيبس، انا طبق هذه الخطوات على تطبيق عشان تعمل حصل على السيرفيس ماب. في عندك هنا ملاحظه نوتس يو كان نوت اديت ذا ماب variables. انك لا يمكن تعمل اديت او تحرير للماب variables للمتغيرات حق الخارطه if the map belong to a shared or attached workspace. اذا كان طبعا احنا معروف ان في الورك سبيس حق الاو اف ام ممكن يشتغل على بروجكت داخل في جهاز الحالي، ممكن يشتغل على لينك مع شركه من جهازي اذا كان معي لينك، ممكن اعمل لينك او شيرنج لو شارد او شيرنج او اتاتشد انه ملف مرفق او كذا. طبعا السيرفيس ماب اذا كانت انت تعمل على لينك او شارد او اتاتشد مش على البروجكت الخاص بك، فمش ممكن انك تعمل ايش اديت للماب لانه بتكون من السورس او المصدر اللي محمله منه او اللي ادخلت فيه الداتا. هذا كملحوظه او كملاحظه ممكن تسوي بها. كيف كريت ذا سيرفيس ماب؟ نفس الكلام، عملنا الجريد وهذه الكاونتر وهذه السيرفيس ماب. برجع الكارته نعمل نفس الكلام، لاحظ هنا يقول لك اعملها على ايش؟ نفس الاتجاه نفس الخطوات بنعيدها، وظيفه وعمل ايش؟ على متغير واحد ويعمل له 3D one variables only. ما تخلص عمل له فينيش. نروح لل فين هوم، في عندي كاونتر، بعدين ايش سيرفيس ماب، بعمل ايش اديت او بضيف اضافه، بعمل على الدايري ووتر مثلا فرضا، او خلي احنا على الاويل احسن ما فرقش طبعا، دايري اويل نيكست فينيش كومبليشن فينيش. انتظر الان يتم تطبيق البروسيسنج حق السيرفيس ماب. طبعا بياخذ وقت معي شويه لانه قلنا الجهاز شغال اونلاين كما تشاهد على الشاشه، ولو فهم هو برنامج كبير ويشيله معالج قوي جدا، ولو برنامج الجهاز مع مواصفاته كويسه، لكن مع الاونلاين والشيرنج والريكوردنج فكلها معي اكثر من 4 إلى 5 برامج شغاله عشان تسجيل هذه المحاضره لكم، وفي من بيشاهدها اونلاين وفي من بيشاهدها ايش على من المسجل، انا مسمي الفيديو مسجل. هذا طبعا شريط للريكوردنج والشيرنج حق الزومنج حق المحاضرة، أحيانا بنقلهم مكان لمكان عشان نحاول نبعد عن المعلومات الموجودة عندنا. ليش طال؟ هذا ما يطبق ده يطبق ونشوف اللي معانا احنا. بعدين بتكون اللي معانا ماب اكس واي بلوتس. سهل، خلينا نكمل الأولى سيرفيس ماب عشان تظهر بالشكل هذا اللي احنا شايفينه. وفي معايا لكم اليوم هوم وورك، ايش كل واحد يطبقه لحاله. هذه السيرفيس ماب ظهرت على الفاريبلز، ايش اخترنا احنا الفاريبلز، لو شئت اتاكد من الفاريبلز او نسيتها تقول اضغط باليمين فاريبلز حددت ايش دايلي جاز او برودكشن جاز. اوكي فينيش. روح الانيميشن من فين؟ عفوا على ما يطبقها من جديد، الحين اخذ وقت لان عملت فينيش وراح يطبق البروسيسنج حق السيرفيس ماب من جديد. الحين ان من الشاشه حتى اختفت، وستعود الان بعد ان نكمل بروسيسنج. في معي هوم ورك اليوم لكم، وايش كل واحد يستفيد يحاول من الاوف ام ويطبق. في معي خطوات شرحت لكم اياها نظريه، مش خطوات بالاصح، شيء بخطوات او كذا، في تعريفات وخطوات 3 صفحات، وايش كل واحد يحاول يطبق فيها، يقرا في يستوعبها ويطبق فيها. واي حاجه مش فاهمها قبل ما تسالنا في عندك الهيلب في الاوف ام في اقصى اليسار او في اقصى اليمين امام انت مواجه لللابتوب، على اقصى اليمين فوق في عندك علامه كوتشن مارك، اضغط على الكوتشن مارك وروح بحث عن اي شيء معين اكتبه
او سيرش بيظهر لك على طول في الاكسبلورر، وتبحث عنها في عندك شرح وفي كامل، يمكن حق اللي هو نسميها الفاندمنتالز اوف ام، وحق الادفانس اوف ام، وحق ايش اكسبرت اوف ام. بس اشتي واحد انه بيطبق كثير، بيحاول كل ما حضر بيطبقه ويعيد، بيعمل برامج لحاله، بيحاول فيما بعد انه بعطيكم على المحاضرة الأخيرة بعد ديمو بروجرام أو داتا، ديمو وداتا اللي تبع أو فاهم، وموجود عندكم في بوريكم في أماكن كيف تطبق، تاخذ منها وتطبق عليها نفس المحاضرة اللي أخذناها كاملة. هذا عندي اللي هو إيش السيرفيس ماب على الدايلي جاز، الفاريبل قلنا إيش دايلي جاز ولا دايلي إيش دايلي برود أويل، كنسل هنا عشان ما يطبقش. روح شغال إيش أنيميشن، ولاحظ هنا في السيرفس ماب، طبعا ممكن احركها لليمين لليسار عادي جدا، وخليها هي بتحرك هنا الانيميشن، وبتلاحظ عند انتاجية الدايلي اويل بيظهر لي عندي ايش هنا اللي هو الارتفاعات في السيرفس ماب والانخفاضات على السيلز اللي هي المقسمة في الشبكة هذه نفسها. ولو عمل ستوب لاحظها فين بدأت؟ من هنا فرضا من هذا عشان الوقت بس عندنا من 2007 وخليته لنا، لاحظ يحصل عندي انخفاضات وارتفاعات لايش الهبوط والانتاجية نفسها حسب الانتاجية للسنوات هذه على المانتلي برود. هناك اخذ دايلي وهنا مانتلي عادي، ممكن القي عفوا لو اوقفه هنا بيضرب حتى المانتلي، ممكن اخلي الفلترين او كلير الفلتر، الغي الفلتر اللي كان المانتلي، لان هنا انا حددت هي ما بيعكرش حاجه، لان المانتلي نفسها الدايلي برود اويل في معه مانتلي برود اويل، ولذلك انا شيء على كل الابار بيطبقها كامل. شغل من جديد الانيميشن ولاحظ في تشغيل في تشغيل له على الانيميشن نفسها. لاحظ هنا تغيرت الان في السيرفس ماب لل او في ام او للاويل برودكشن دايل برودكشن اويل لكل الابار. اذا كان 40 رجعتهم 95 بير كامله، ممكن تعمل 40 عادي جدا. فالفلتر هذا لحاله فلترنج والبلوتنج، باقي لنا حاضرتين مش ناخذ فيها فلترنج بلوتنج والاكسرسايز سب اكسرسايز والريبورتنج، ثلاثة عناوين أربعة عناوين في محاضرتين، وقاعدة بتكون هي الأخيرة. وطبعا البرنامج عندكم والهلب موجود وأنا موجود، فأي وقت ممكن تستفيدوا في عندنا كريت ريبورتنج بلوتنج، كيف تعمل له الكيرفات للآبار للإنتاجية، وكيف تعمل اللي ريبورت بشكل ملون وعنيد، إنتاج يومي إنتاج شهري إنتاج سنوي إنتاج نص سنوي، فهذه كلها بناخذها مع بعض إن شاء الله. لاحظ التغييرات في سيرفس ماب حسب الإنتاجية اليومية للأويل. وطبعا هذا الانيميشن ستوب بعد كده عندي ايش اللي هو سيرفس ماب، بعد عملنا كريتنج. طيب ماب اكس واي بلوتس ديفينيشن، في عندي ماب اسمها اكس واي اللي هي حق الكوردينات على البلوتس اللي بشكل كيرف او بشكل كيرفات للاكس والواي حق العبر نفسها. with map x y plots you can create a مونتاج، مونتاج هي كلمة مونتاج نفسها بالعربية وبالإنجليزية اللي هي إنتاجية أو مونتاج للفيلم أو كذا. combines the base map with plots، إنك تعمل base map مع plots مع بعض تدمجهم. time depended on data، depended data of him creates one plot for each well، لكل بير يعطي لي one plot لو كيرف واحد. subject to filtering above the well location، ممكن تعمل filtering above the well location أو حسب ال well location. after you create a map x y plot you can view individual compilation، إذا كل شيء تشوف على إنتاجية كل بيع لحاله على حدة، and greater details في شكل حجم كبير. changing the variables for the x and y axis، change the symbol and plot curve that represent your variables and change the access scale، نغير له احداثيات او له السكيل حق الاحداثيات الاكس والواي. set the size of the plot، ممكن تحدد حجم السايز اوف ذا بلوت. وفي عندك اللي هنا ايش الاخيره move
the plots and save their location to apply to other analytical maps. طيب لاحظ ان performing creating and editing map XY plots perform the following steps انك تطبق هذه الخطوات على لتحصل على هذه مثل هذه الخريطه للاعبار موجوده. هذه نفسها على حر وانا طبقتها وبوريكم اياها تطبقها برضو مره ثانيه الان. And you also can create map XY plots from the catalog which have the variables and formatting already applied to them. في عندك كتالوج موجود وفي عندك اللي هو الاكس واي بلوتس مفتوح احنا نطبق على عادي. في عندي هنا لاحظ برضه نوتس ملاحظه يو كان نوت اديت ذا ماب فاريبلز نفس الكلام اذا كان الاكس واي ماب اكس واي بلوتس مش ممكن انك تعمل لها اديت تحرير او تغير فيها اذا كانت عبر شيرنج ولا ملف اتاتشد ورك سبيس. ان الورك سبيس اللي انت شغال عليها مش هي خاصه بالجهاز حقك او انت شغال عليها انت تعمل كريتنج انه وصل لك لينك وانك تعمل بعض جزئيات معينه فيها واللينك هذا في ورك سبيس في الداتا حقه وانت بتعمل من اللينك هذا كيف تطبق عليه للماب اكس واي او كذا لكن تعمل اديت مش ممكن لانه ارسل لك اياها مع الداتا حقه من لينك او كذا او اتاتشد او لينك ماب او سناب شات. بنروح لل هذه بنعمل لماب اكس واي بلوتس نفس الكلام بنروح للهوم. في عندي هنا ماب اكس واي بلوتس ليش؟ لاحظ تحت الكتابة كل واحدة بتأشر تحت يعطي لك تعريفها تحت كريت مونتاج ذات كامباينز ذا بيس ماب ويد بلوتس اوف تايم ديبندنت داتا على يعتمد على الوقت. اضغط هنا لاحظ هنا بختار له one variables بدل ده اللي بقول مانتري مثلا جاهز حتى عادي مانتري جاهز اد بيضيف لي الديت لحاله تركي next finish وانتظر يعمل ليش بروسيسنج للداتا. طبعا هذه اخر خريطه بنعملها اليوم. ايوه هنا طبعا عشان تعمل جريد عفوا على الماب اكس واي كاردينات ماب اكس واي بلوتس هنا بيقول لك حدد 1. طبعا هنا ايش؟ if you select sporadic variables ايش معنى sporadic variables؟ المتغيرات اللي ايش؟ تتغير بفعل الزمن زي ايش؟ monthly و daily production هذه تتغير ممكن انتاج زاد او انخفض من يوم ليوم من شهر لشهر فبنسميها sporadic data وفي معنى sporadic table لل production او الانتاجيه المونثلي والدايلي نسميه sporadic table. if you select sporadic data variables you can add the data you can add data to fill the gaps يبقى في بعض الفراغات انك تاخذ بعض الداتا عشان تملى هذه الفراغات. explain in the next procedures when you finish click finish and the plots tab window opens. طيب قبلها في عندك يقول لك select variables monthly production oil for x and monthly production فرضا هذا ممكن اعمل monthly او daily عادي المهم واحد for x والانتاج الثاني ليش؟ هذا اويل وهذا جاز للواي عندك كليك اوكي خلاص. هنا اجيت انا عملت حدد له فاريبلز واحد هناك مانتلي ده الاكس ايش بقول له هنا؟ لاحظ مانتلي جاز والواي مانتلي جاز عمل اوكي ممكن عمل ايش؟ اديت فاريبلز لو ايش عمل نفس الخطوات برجع ايش؟ عمل اوكي هنا الان بغير في هذه عندي طلع لي ايش؟ برد اخذت جاز فقط للاثنين ان الاثنين البلوتس حق الاكس اكسس والواي اكسس كلها الجاز ممكن اعمل واحد اويل واحد جاز لكن انشي عمل ايش على الماب بلوتس اللي هو اكس ماب اكس واي بلوتس على الجاز فقط او كذا. طيب روح لل طبعا اضر اياها على طول ضرت عندي اللي ايش الخارطه حق الماب اكس واي بلوتس نروح للفيو او الهوم عشان نشوف بس حاجه هنا اللي اوريكم اياها سيت اب فيو فورمات زوم ده الزوم لاحظ هنا كل ما اضغط على زوم او زوم هنا حسب اشياء احدد في بعض ايش الابار
ممكن ارجع زوم مينوس، ارجع زي ما كانت عادي جدا. نلاحظ هنا الليجند لاحظ حددت لي اللي ايش احداثيات الاكس والواي بلس للابار او مثلا الانتاجيه اللي فيها غاز. معظم الابار فيها غاز او احيانا بيكون غاز مصاحب. ممكن اغير ايش الفاريبلز، فاريبلز المتغيرات. انا قلت مانتري غاز خلي معاها المانتري اويل مثلا بضيف. لاحظ مانتري اويل اضفته، عملت نيكس فينيش، بيغلق الخريطه اللي ما باكس واي وبرجع شغله من جديد لان اضفت ايش متغير اخر ثاني للمتغيرات هذه. هنا حددت لي فرضا ايش للاكس واي الاكس اكسس، هنا قلت لها مانتري جاز هذه مانتري اويل، الواي اكسس مانتري اويل، هذا الواي على الاويل والاكس على الجاز. اوكي اضري يعني نفس الخارطه، اللهم ايش اضري ان هنا في عندي تو فاريبلز جاز اند اويل، الاكس حق الجاز والواي حق الاويل. هذه اللي عندي انواع الخرائط، ممكن تعمل فلترنج فيها وتعمل كل حاجه وتعمل عليها ريبورتنج وبلوتنج، بس هذه بناخذها المحاضره القادمه ان شاء الله بالله. وبرنامج الاوفن بنفسه شيق، بس لاحظ عندي هنا هوم وورك اللي كلمتكم عليه، الان بيجي لكم هوم وورك اشيل شينجينج ذا نيوميريكال تكنيك فيو اند انترفال سايز، انه غير في الميثودز اللي ذكرتها في بدايه المحاضره لكل واحد اللي هو ايش نيرست نيبرز الابار القريبه من بعضها، هذا نوع من انواعها. وهذا ايش هو يوز ذا انفيرز ديستانس ميثود اللي هو يعمل ايش اكس انفيرز ذا ديستانس ميثود اوف ابريجين، انه يعمل ايش متوسط ما بين الابار المتجاوره. ويتش ديترمين ذا فاليو اتش جريد سيل، انه بيحسب كل قيمه للجريد سيل لكل خليه باي ابريجين بالمتوسط لها. ذا فاليو اوف ان كنترول بوينتس حسب نيبر هود اللي هو الجوار او كذا الابار المجاوره. كيوبكس سبلاين هذا الميثود الثاني is a 2D interpolation of the value of a variables at any points on a smooth surface على سطح ناعم او كويس which is defined by a set of control points اللي هو ايش بيقسم اللي هو حسب نقاط التحكم نفسها هذه to control points the control points are fitted on a smooth surface. طيب في ايش كريجينج الموديل او الميثود الثالث اللي هو كريجينج، لو نرجع لهم من هنا لاحظ انا الشيء اللي هو بتغير فيها كلها على مثلا ايش الجريد ماب الاوله، لاحظنا في الخصائص عشان تلاحظوا فين الشغل كله بيكون هنا طبعا، وروح شوف الهيلب عندك وبحث عن الشيء اوكي شيء طبقه عمليا، وهذا اللي صالحك عندك انك تسوي زياده في التغيرات هذه وفي استخدام الميثود، وبتقول لي ايش احسنهما من الميثود فيما بعد. وهذه تعتبر لنهاية المحاضرة حق اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله متواصلين على خير، ولو في أي حاجة نحن على اتصال دائم. مع السلامة.